تمت أعمال الجمعية العمومية العادية والغير عادية، وكان هناك موافق على توزيع أرباح 7% أسهم منحة هذه السنة، كما كان بالسابق كان هناك أرباح عينية ومالية، والآن إن شاء الله هذه السنة راح تكون الأرباح للسنة القادمة أكثر نظرا لزيادة التشغيل وزيادة المشاريع التي حصلت عليها الشركة. طيب كيف كان أداء الشركة التشغيلي خلال السنة المنتهية؟ كان السنة المنتهية اللي هي 2021 كان بزيادة حدود 30% الحمد لله، وهذا جيد بالنسبة للشركة كشركة تشغيلية وشركة أوبريشن، وهذا مما أدى لزيادة العقود النفطية وزيادة طلب الحكومة على زيادة الإنتاج. ما أهم العقود التي تنفذها الشركة حاليا؟ تنفذ العقود الآن الشركة عدة مشاريع، من ضمنها 4 عقود كبيرة بحدود 164 مليون في شركة نفط الكويت، عبارة عن تشغيل 23 ريك شغالين الآن، وهناك مناقصات تم دخول الشركة فيها وقد حازت على أسعار مناسبة وأقل أسعار منافسة مع الشركات الأخرى، ولم يكن هناك فرق كبير بين الشركات الأخرى، وسوف تعلن عنها شركة نفط الكويت وسوف نقوم بتزويدها إلى هيئة سوق المال والبورصة أولا. يعني فيما يتعلق بالعقود المستقبلية خلال المرحلة المقبلة، فقط تنتظرون نتائج المناقصات أم أن لديكم مشروعات في البايبلاين؟ هناك طرح مناقصات جديدة من الكي او سي وهي عبارة عن 68 ريك وقد تقدمنا فيها، وقد الحمد لله حزنا على أفضل أسعار في عدد أرياق معينة، وسوف نعلن عنها رسميا وسوف تعلن عنها شركة نفط الكويت رسميا وسوف نبلغ هيئة سوق المال بتفاصيلها وبأرقامها. وهناك مناقصات في الجي او اللي هي العمليات المشتركة اللي هي في المنطقة المقسومة، وقد قمنا بتنفيذ عدة مشاريع من سنة 70 إلى الآن نشتغل مع شركة العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة الوفرة. هذه أول مرة نلتقي فيها معكم ونغطي شركة برجان لحفر الأبار، وأنا بودي أن تعطي المشاهدي سي ام سي عربية فكرة عن الشركة، تأسيسها وعن أهم الأنشطة التي تقوم بها. الشركة تأسست سنة 70 من العم حمد الحمد الله يرحمه وأولاده وعائلته، وقد كان هناك مساهمين وقد تحولت إلى شركة مساهمة عامة في عام 2006، وتم تحديد رأس مالها 24 مليون مع الزيادة الآن في الأسهم ورأس المال سوف يكون رأس مالها 26 مليون دينار. أما المبالغ التشغيلية تتعدى إلى مليار دولار بالسنة، جميع التشغيل وجميع العقود الحالية، وهناك عقود أكبر من هذا المبلغ في المستقبل القريب سوف تكون واضحة وسوف تكون يعني نتائجها باينة خلال 3 شهور القادمة، مما يؤدي إلى زيادة الأرباح وزيادة التشغيل في العام القادم إن شاء الله. هل تتحدث عن أنشطة داخل الكويت، هل لديكم أنشطة في خارج الكويت أيضا في مجال حفر الأبار؟ لدينا سابقا في البحرين وكان التشغيل ممتاز، وقدمنا الآن إلى البحرين مرة ثانية، فهناك عروض كثيرة في عدة دول جوار أو دول بعيدة، ولكن نفضل في العمل داخل الكويت والسعودية والبحرين.